السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نروح نشوف ازاي نعمل القوائم المستدلة. على سبيل المثال عندي هنا الامتداد وهنا مثلا الملف دوت الامتداد بتاعه ايه وهكذا، تمام. طيب انا عايز الامتداد دي يكون في قايمة هنا اقدر اختار منها الامتداد اللي انا عايزه، فهاجي في اي مكان، ممكن حتى في مكان تاني خالص، تمام، في شيت تاني خالص، وهقول له انا عندي مثلا امتداد ار في تي، عندي امتداد ان دبليو سي، عندي امتداد ان دبليو دي، عندي امتداد اخر مثلا ار اف اي دي دبليو جي بي دي اف، تمام. فانا عايز القايمة هنا تظهر ان انت عندك الاختيارات دي تقدر تختار بيها، فهاجي هنا على الداتا واقول له داتا فاليديشن، فيبدأ يقول لي أي قيمة ولا ديسيميل ولا ليست ولا دات ديت ولا، أقول له أنا عايز ليست، فبيقول لي اختار السورس اللي أنت عايزه، فأقول له ده هو هنا، وأقول له اختار من القايمة ديت ودوس إنتر، وأقول له أوكي وأنا أرجع تاني للقايمة ديت. تيجي تبص كده تلاقي القايمة دي تقدر تختار منها، أقدر أسحب كده، ولو جيت هنا في أول واحدة وقلت له اختار أهيت تاني واحدة، قايمة موجودة، تالت واحدة موجودة، وهكذا. طيب ال data validation ديت اقدر اختار منها زي ما انا عايز اهوت، تمام، اهيت من list ديت اهو input message، يعني لما اجي يكتب تجيله رسالة. طبعا ما بفضلش الموضوع دوت، بس لو انت عايز تعملها اقول له ايه، اختار من القائمة، اختار من القائمة. المفروض ان احنا نقلل الخطوات، انا مش عايز رساله تظهر يعني، بس دي لو انت حابب ان انت تشرح له حاجه. ايرور عند تلات انواع: ستوب، وورنينج، انفورميشن. وورنينج انفورميشن بشكل ده، طيب هقول له ستوب واقول له ايه ده، لو هو دخل قيمه غير القيم ديت، كتب مثلا بايديه او كذا، خطا، واقول له ايه اختار من القائمه بالشكل ده، واقول له اوكي. طيب شايف دي الرسالة التوضيح يختار ايه اهيت، تمام، مفيهاش مشكلة. طيب لو انا بقى دخلت حاجة غلط يجيب رسالة خلي بالك اختار من القائمة، فابدأ اختار من القائمة.